إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع انتهاء أبواب الأصول، ونحن اليوم على موعد مع الكلام على العام وأقسام العام وتخصيص العام. سبق وبينا أن العام ضد الخاص، وهو الشامل لغة واصطلاحا، هو اللفظ المستغرق لجميع ما يطلق له الوضع دفعة واحدة من غير حصر. فقلنا أن حكم العام يجب العمل بالعام قبل البحث عن المخصص. من صيغ العموم، قلنا من صيغ العموم اسم الجنس المعرف بالألف واللام، والجمع المعرف بالألف واللام، وأيضا المفرد، كل ذلك يدل على العموم. وأيضا المفرد المضاف، يعني المعرف بإيش؟ بالإضافة. ونفس الأمر الجمع واسم الجنس. فأحد يعطينا مثال على ذلك؟ الماء طهور لا ينجس شيء. مثل ثاني، اسم الجمع، نعم صح، أو الرجال قوامون على النساء، مفهوم؟ طيب. وأيضا قلنا بأن هناك نص قاطع في العموم، الألفاظ اللي هي نص في العموم، ما هي؟ كل وجميع، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فهذه دلالة على إيه؟ على أن دي نص في العموم، أن كل الملائكة سجدوا، فسجد الملائكة كلهم نص في العموم، ثم تأكيد أجمعون. وأيضا قاطبة وعامة تدل على نص. أيضا من النص القاطع في العموم، وكافة إنا أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا، وأيضا نص في العموم، نكرة في سياق النفي أو النهي تفيد العموم، مثل ما جعل الله عليكم في الدين من حرج وما من إله إلا الله، نعم في سياق النهي، ولا تبع منهم آثما أو بس صحيح ولا لا؟ صحيح؟ وين طيب النكرة هنا؟ صح، الآثم هي النكرة في سياق نهي تفيد العموم، أحسنتم. دي من ألفاظ العموم. اليوم إن شاء الله نتكلم على أقسام العموم. العموم ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول عام يبقى على عمومه، يعني لم يدخله التخصيص، وسنعرف الفائدة. مثل قول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. أين لفظ العام؟ وكيف نقول أنه لم يدخله التخصيص؟ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم. وين لفظ العموم هنا؟ حرمت على لفظ العموم اللي احنا اخذنا صيغ العموم أمهاتكم. طب كيف يكون ده لفظ العموم؟ صح، جمع معرف بالإضافة، أمهاتكم مضاف لإيه؟ صح، ممتاز، هذا هو يدل على العموم. أمهاتكم وعطف بناتكم أخواتكم، هذا جمع معرف بالإضافة فيفيد العموم. هنا حرمت عليكم أمهاتكم، أين التخصيص؟ هل خصص منه أي أم من الأمهات؟ الجدة الثالثة لا تحرم، لا تحرم على الرجل أن ينكح الجدة الثالثة له، تحرم. إذن هو على إيش؟ على العموم، لم يخصص. أيضا قول الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها والمستقرات السوداء، أين العموم؟ هذا أيضا عام لم يدخله تخصيص، عام باق على عموم. وين لفظ العام هنا؟ دابة، كيف يعني؟ طيب كيف عرفت أنه العموم؟
كيف أسأل نوع أي دابة؟ لا قلنا صيغة من صيغ العموم تثبتها. نعم صح، دابة نكرة، فنكرة في سياق النفي ولا النهي؟ اصبر يا شيخ عشان ما تخطئ وتخطئ رجل، نفي ولا نهي؟ نهي. سن هي ما من دابة نفي، ما من دابة إلا على الله رزقها، نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، يعني أي دابة تدب على الأرض فإن الله يرزقها، هذا عام باق على عمومه. لا لا لا، يبقى النمل، النمل لم يرضى، ليس على الله رزق النمل، لا تخصيص من النمل صح؟ خطأ. ما من شيء نملة ولا دود الأرض أو في البحر أو في السماء أو طير في السماء، كل هؤلاء رزقهم على من؟ على الله جل وعلا، هذا عام لم يدخله العموم، مفهوم؟ أيضا قول الله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، يعني كل عمل صالح لنفس الإنسان. وين لفظ العموم؟ عمل، عمل فعل، من، من اسم وصول للعاصر، يعني أي حد الذي يعمل عملا صالحا فإنه يكون ذلك لنفسه وثوابه عليه، هذا أيضا يدل على العموم. هل دخل تخصيص؟ هل من عمل صالحا جاء عليه وليس لنفسه؟ هذا باق على عمومه، هذا عام باق على عمومه ولم يخصص. القسم الثاني من أقسام العموم عام خصص دخله التخصيص، العام الذي دخله التخصيص، أي نعم، يعني عام جاء فيه التخصيص خصص، فقول الله تعالى مثلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت، هذا لفظ عام، أين العموم؟ كيف عرفنا أن هذا لفظ عام؟ ناس، ناس، على الناس، فهم؟ معرض بأس الله، ألف لام الاستغراق، كل الناس عليهم الحج، هل باق على العموم أم خصص؟ في السياق نفسه خصص، قال من استطاع في حدنا نحو ذلك، ما أحد يعرف الآن، لله على الناس حج البيت من استطاع لي سبيل. عرب من استطاع إليه سبيل، من عربها إيه؟ حرف جر استطاع وشبه الجملة في محل اسم وصول معنى لازم، يعني مش حرف جر زي ما بنقول. طب وفين إعرابه؟ إنه مبني صح لكن موقعه من إعراب، طيب موقعه حرف جر وهو اسم وصول تناقض، موقعه من إعراب إيه؟ لا بدل، بس صحيح، لكن البدل ده من أي الأقسام؟ بعض من كل، ده صحيح، بدل بعض من كل، يعني لله على الناس حج البيت كل الناس، ثم خصص وقال من، من فهنا بدل جزء من كل أو بعض من كل، يعني ليس كل الناس عليهم الحج، وإلا كل الناس تأثمون صح ولا لا؟ كل رجل معاه استطاعة أو معهوش استطاعة فهو آثم إن لم يحج إلى بيت الله الحرام، لكن الله جل وعلا خصصها بنفس السياق قال من استطاع إليه سبيلا. وأيضا ممكن تخصص بالحالة، ودي كما تنبين في التخصيصات، كما مر الإنسان مع رجل مريض أو رجل مظلل كما في الصحيحين، فقال من هذا؟ قالوا صائم، فقال الإنسان ليس من البر الصيام في السفر، الصيام في السفر ليس من البر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك على حالة هذا الرجل، فنقول هذا تخصيص بإيش؟ بحالته، يعني كل رجل لا يستطيع الصوم في السفر أو تأهلك إلى الصوم في السفر فلا يجب عليك، بل ليس من البر أن يصوم، لا يجوز له أن يصوم، يأثم إن صام. وطبعا على الخلاف الفقهي اللي بين الناس هل هذا الصيام يعني يكون مقبولا أم عليه القضاء، سبق وشرحنا ذلك. المهم الغرض المقصود أن العام يخصص كما قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثم، كل من يقتل ويزني وهذا والله إيش يحدث له؟ يضاعف له العذاب يوم القيامة يأخذ فيه، ثم خصص إلا من تاب، فهذا تخصيص، يبقى ليس على كل عاصي ولا كل مشرك إن هو سيضاعف له العذاب، من تاب تاب الله عليه، فهذا أيضا من أنواع التخصيص. طب ما الفائدة أن نقول أن هناك عام باقي على عمومه وعام مخصص؟ أقول الفائدة في ذلك تهم أهل الفقه، إذ أن العام الذي يبقى على عمومه أقوى في الدلالة
من العام الذي خصص، فإذا تعارض أو كان ظاهرهما حتى يكون اللفظ صحيح، إذ لا تعارض بين الأدلة كلها من مشكاة واحدة، لو كان الظاهر في نظر المجتهد التعارض بين العام الذي بقي على عمومه وبين العام الذي خصص، إذا تعارض فإن العام الذي بقي على عمومه يتقدم على العام الذي خصص ودخل التفصيل، لأنه أقوى في الدلالة. مفهوم؟ مثال ذلك من مثال يتضح المقال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث صحيح عن عباس: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر بن الخطاب. أن السلام نهى عن الصلاة بعد العصر، ونهى عن الصلاة حتى تغرب الشمس، ونهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فهذا عام. وأيضا أن السلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين أو حتى يصلي، فهذا أيضا عام في كل الدخول. بعض العلماء طبعا بيضرب المثل هذا بأنه هو يكون عام من وجه وخاص من وجه، والآخر عام من وجه خاص من وجه، فيخصصوه بالوجه الثاني، لكن هذا المثل أيضا يضرب في أمر العموم الذي دخل التخطيط. ولذلك الشيخ الإسلام كما يقول إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، هذا عام غير إيش؟ غير مخصوص، مفيش خصوص دخله. أما حديث ابن عباس دخلوا الخصوص، كيف دخلوا الخصوص؟ نهى عن الصلاة بعد العصر، دخلوا الخصوص، ده عموم في كل صلاة صح ولا لا؟ لكن خصص بإيش؟ بقضاء الفائتة من السنة الرواتب، أما قضى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر. وأيضا في الحديث المختلف في صحته وبعض العلماء صحح الإسناد، وإن كان يعني إن كان ضعيفا نستأنس به، والصحيح أنه صحيح. أن السلام مر على رجل يصلي بعدما صلوا، فقال أن السلام: الفجر مرتين. فماذا قال الرجل؟ حديث كعب أنا ما أستحضر الإسم الآن، لكن أن السلام بعدما بين له أن هذه هي سنة الفجر أقره أن السلام على ذلك لم ينكر عليه، فهذه فيها دلالة أيضا على أن النهي عن الصلاة بعد الفجر مخصوص وليس عام، فإذا دخل العام دخل عليه الخصوص أضعف دلالته، أما العام الباقي على عمومه تقوى دلالته، فنقدم العام الذي بقي على عمومه وهو إيش العام اللي ما دخلوش الخصوص. قلت قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى ركع ركعتين، هذا عام. صيغة العموم نكرة في السياق، فين النهي؟ فلا يجلس حتى يركع ركعتين. نعم، نكرة في السياق الشرط، وده صحيح. إذا شرطين فلا يجلس، يعني الجلوس معناها الجلوس حتى يصلي، نعم الغاية، والغاية نفسها لا مش الغاية النكرة، ده الغاية أصلا تبين الخصوص، وإنك إن ما قبلها كان عاما. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي، إذا قل يجلس من الجلوس ما ممكن يكون أصلا المصدر، فنقول نكر زي كده. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أن يشرك به ده مصدر مؤول من الإشراك، والإشراك ده نكرة. أما فلا، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أحدكم جمع ولا مفرد؟ مفرد مفرد ولا جمع؟ مفرد مفرد مضاف، فيعم كل داخل. وأيضا في الوقت إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي، ما نقول نكرة بتاخد الشرط، لكن نقول الشرط يفيد العموم، فإحنا نقول الشرط هو اللي يفيد العموم. يعني أعطي زيدا كما قلت أحدكم، أعطي زيدا إذا جاء درهما، هذه شرطية، جملة شرطية، إن جاءك زيد فأعطيه درهما، معناه إن كلما جاءك زيد فأعطيه الدرهم. طب إن لم يأتي، فالعموم هنا مرتبط بإيش؟ الشرط بالمجيء، بمجيء زيد. فنفس الأمر، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أين التخصيص هنا في هذا العموم؟ ها، فين المخصص له؟ ما في تخصيص، ماشي ركعتين نعم أحسنت، لكن هو مش تخصيص، ما في تخصيص دخل صح؟ فيبقى على العموم. تعال إلى العموم الثاني، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصلي المرء عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ده عموم في اللفظ، أين صيغ العموم؟
فين النكرة؟ سن صلاة نكرة في سياق النهي فتفيد العموم. طب هذا العموم دخل التخصيص ولا ما دخل التخصيص؟ وين حديث الأول أن سلم صلى بعد عصر صلاة سنة الظهر التي شغله عنها تفريق الناس وبعد الفجر الذي ذكرناه. فهذا العام الذي دخل المخصص أضعف دلالته، وأما الآخر اللي هو باقي على عمومه من يضع تضع دلالته فيقدم عليه. إذا نقول يعني إيش يقدم؟ ما الحكم الآن؟ ما هذا العام يقدم على هذا العام، لأن هذا العام دخل التخصيص اللي هو النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، والعام في دخول المسجد ندخله التخصيص فيقدم عليه. يعني إيش يقدم عليه؟ هذه ثمرة الخلاف. وين التعارض؟ متى يكون تعارض؟ لا، وين التعارض؟ متى يكون تعارض بين العمومين دول؟ نعم، أي نعم، إذا دخل المسجد بعد العصر هنا يتعارض العام الأول مع العام الثاني، العمومان هنا يتعارضان. العموم الأول نهي الانصراف عن الصلاة بعد العصر، والعموم الثاني أنه إذا دخل المسجد لا يجد أن يصلي. ماذا يفعل؟ أيعمل بالعموم الأول أم يعمل بالعموم الثاني؟ يصلي، يعني يعمل بالعموم الثاني. لما؟ لأنه ده لم يدخله التخصيص فلم يضعف دلالته، لكن الأول لما دخله التخصيص أضعف دلالته. وبعض العلماء أيضا مثل له مثال آخر، وهو مسألة قول الإنسان لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. هذا عموم، وين صيغة العموم؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، نكرة، صلاة نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. وأيضا قول الله تعالى فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، هذا عموم. الذين يقولون إن في صلاة الجهرية لا يقرأ الفاتحة، قالوا قراءة الفاتحة عامة دخلها الخصوص. فين الخصوص اللي دخل فيها؟ ما فيش تخصيص؟ في تخصيص. باتفاق الفقهاء أن الإمام إذا دخل المأموم والإمام راكعا يركع ما هو تحت الركعة، على الحديث المختلف في صحته وضعفه البخاري وغيره وصححه كثير من أهل العلم، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. ويستدلون أيضا حديث صحيح حديث أبي بكر أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعرف، فقالوا هذه من باتفاق الفقهاء من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. هذا مخصص لإيش؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لأنه لم يقرأ بأم الكتاب، هذا تخصيص له. طيب فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هل له مخصص؟ قالوا ليس له مخصص. الآن من يقدم؟ أي عموم؟ ما الذي يقدم على الآخر؟ الآية تقدم على حديث هنا لأنها عامة ولم يدخلها التخصيص، وهذا قوي جدا من وجهة النظر، لكن عند التأمل تقول لا، لا قوة لكم في ذلك. لما؟ قلنا لأن هذه الآية دخلها التخصيص. وين التخصيص؟ أنا من فارس جهر الأصول. هو نعم صح أنا مخصص بها، لكن في تخصيص نزلته. استنى، هذا هو، لا ترى مخصص. نقول هذه الآية دخلها التخصيص لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن صلى الفجر فقام رجل فقرأ مع النبي، فقال من ينازعنيها؟ من يخارجنيها؟ يعني مين اللي بيقرأ وأنا بقرأ؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله، فرأت بسبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل. لما لا تفعل؟ لأن الله قال فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، قال لا تفعل. ثم خصص وقال إلا بأم الكتاب. إذا هذه الآية دخلها أيضا التخصيص، فلا فضل عموم هنا ولا فضل عموم هنا. يبقى ننظر أيهما أقوى، يقصد في النزاع. فجاءنا صلاة الفجر هذه قال إلا بأم الكتاب، فأصل لنا بالنزاع أنه لا بد وجوبا أن تقرأ الفاتحة حتى ولو كان الإمام يقرأ الفاتحة. مفهوم؟ هذه أيضا من باب إن إذا تعارض العام مع العام ننظر أيهما دخله التخصيص فتضعف دلالته، ولدلالات فتضعف التخصيص لم تضعف دلالته. القسم الثالث من أقسام العموم العام الذي أريد به الخاص، يعني عام الله جل وعلا ذكره بلفظ العموم لكنه ما أريد به العام، أريد به الخصوص. مثال ذلك قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس، مين الناس اللي قالوا؟ شخص واحد نعيم فقط، نعيم هو الذي قال لهم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، مين اللي جمع لهم الناس؟ أبو سفيان فقط. أبو سفيان هو الذي جمع
جمع الجموع ليقاتل من؟ ليقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين قال لهم الناس إن الناس يعني أبو سفيان. وهنا يبقى اللفظ وضع مع أنه بلفظ العموم وضع يراد به الخصوص، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أيضا قول الله تعالى عن حال زكريا، قال الله تعالى هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته، انظروا لمحل الشاهد، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك يحيى إلى آخر. من هؤلاء؟ من الملائكة؟ بأي دليل؟ ائتني القرين. فنادته الملائكة، كان الملائكة هنا عموم ولا خصوص الملائكة؟ عموم. من أي أنواع صيغ العموم؟ ألف لام مالها؟ جمع. هاي معرف الألف لام الاستغراقية، يبقى كل الملائكة، يبقى كل الملائكة نزلوا من السماء ونادوا زكريا، صح؟ خطأ، لا، هذا العام مراد به خصوص، يعني مراد به جبريل فقط. إيش الدليل؟ صحيح كده؟ بس طبعاً الواحد موكل به جبريل عليه السلام. عمداً الأقوال كلها صحيحة، هو الإجماع هو الذي يبين أن جبريل عليه السلام هو الذي قال له ذلك، وطبعاً بقديم مريم عليه السلام. طيب في مثل آخر هنا أيضاً جيد، قول الله تعالى عن النار، قال يا الذين آمنوا وقوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس الحجارة. هذا لفظ عام يراد به الخصوص أيضاً، وقودها الناس، هذا لفظ عام في صيغة الناس استغرقية، نعم، يبقى وقودها الناس والحجارة، كل الحجارة هتكون وقود، وكل الناس يكونون وقوداً للنار، كل الناس يكونوا أو كل الناس ينزلون تحت قول الله تعالى وقودها الناس والحجارة، صح؟ لا، هذا عام يربي خصوص. مين الخصوص؟ من الخاص؟ مين اللي هيكون وقود الناس؟ عام لا يربي خصوص، يعني معنى كده ان كل الناس انا وانت وغير الناس يكونوا وقودا للنار اعوذ بالله. الكفار فقط. طب ما الدليل؟ وعزه الكافرين. ايضا قول الله تعالى ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون، يبقى ليسوا بايه؟ بوقود لها. فده ايضا عام يراد به خاص. لا، ما يراد به تقول هذا عام، لا يراد به خصوص، عام يراد به مخصوص، لان الله جل وعلا مسح على ظهر ادم وقال ولا الجنه ولا ابالي ولا النار لا ابالي. فده لفظ عام لكن اريد به الخصوص. القسم الرابع العام الذي جاء لسبب، يعني بسبب، يعني اللفظ العموم كان بسبب من اجل سبب. والمساله دي مهمه جدا، مساله العام الذي جاء لسبب مساله مهمه، ولذلك العلماء قعدوا قاعده مهمه جدا الا وهي العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. معنى ان هو جاء بسبب يعني ياتينا لفظ عام، لكن كان سببه شخص ذهب سال النبي صلى الله عليه وسلم سؤال فاجابه بالعموم. مثل ذلك مثلا حديث ابي هريره ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان نركب البحر، ومعنى الماء فاذا عطشنا احتجنا الماء، افنتوضا من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحلم عزته. عمم، هل بقى التعميم ده للرجل ولا للكل؟ كما جاء ايضا كما في السنه ان في رجل جاء من السلم قال يا رسول الله قبلت امراه لا تحل لي، امراه اجنبيه، او قال فعلت معها ما يفعل زوجي مع زوجه الا اني لم ايه؟ لم اجامع. فمن السلم سكت، فلما صلى فقال اين السائل؟ فقال نعم انا يا رسول الله، فقال صليت معنا؟ قال نعم، قال اذهب. ثم تلا عليه قول الله تعالى وحي نزل عليه أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ده إجابة على إن كل السيئات تغفر بالصلاة. فهل ده يكون عن خصوص أم العموم؟ لأن الوحي اللي نزل ده لفظ عام ولا لفظ خاص؟ عام، صح؟ إن الحسنات يذهبن السيئات، فده لفظ عام، كل الحسنات تذهب كل السيئات. فنقول هل هذا خاص بهذا الرجل أم هو على العموم؟ ماشي؟ ده معنى هل إذا العام جاء لسبب يكون العبرة فيه بخصوص السبب أم العبرة فيه بعموم اللفظ؟ الصحيح أن العبرة فيه بعموم اللفظ، يعني الحجة في عموم اللفظ، لأن
الله جل وعلا لما شرع الشرائع ما شرعها على الأشخاص، لا ترتبط بالأشخاص، تشريع ينزل عام. ولذلك حتى نحن قلنا أي خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأمة، وإن كان الخطاب للأمة فالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل أيضا في خطاب الأمة. الله جل وعلا يقول يا أيها النبي، ثم جمع قال إذا طلقتم النساء. فالأصل أن الخطاب ينزل إيه للعموم، لأن الأحكام لا ترد على الأشخاص في حال من الأحوال، مفهوم؟ مثال ذلك هلال بن أمية جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يعرض بزوجته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهر، يعني هو الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يعرض على زوجته أنها تفعل الفحشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهر، فرجل يعني يعلم أنه صادق، ولما صدق الله صدق الله وأنزل المخرج له، اتق الله فالله جعل له المخرج. ما هو المخرج؟ آية اللعان الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. نزلت الآية آية اللعان تخرجنا هلال أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم تعال، وأتى بزوجته فقال تقسم بالله أنها فعلت فحشة كم مرة؟ أربع مرات، فأبصر أربع مرات، وفي الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وأتى بها ثم بين لها غلظ اليمين ثم اقتمت أربع مرات فاستوقفها وبين لها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت لا أفضح قومي سائر اليوم، فاقتمت القسم الخامس وكانت كاذبة. الغرض المقصود أن هذا اللعان جاء بسبب من؟ هلال ابن أمية. فهنا العبرة بخصوص السبب، فده خاص بهلال ابن أمية. ها أخطأت أنا، صحيح أن هذا عام لكل الناس، أي رجل رأى رجلا أو علم من امرأة أنها تفعل الفاحشة فله أن يلاعن ويقسم بالله أربع مرات أنها تفعل الفاحشة، ويقسم أيضا ينفي الولد اللي في بطنها أن يكون منه. فهنا العبرة تكون بإيش؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. مثال ثاني، خولة لما ذهبت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الظهار قالت إن زوجي كذا وكذا، فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ثم قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا لآخر الآية، فتحوا رقبة إلى آخر هذه الآية. هل هي خاصة بسلمة بن صخر زوج خولة؟ ها هل هي خاصة به أم عامة؟ نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، مفهوم ولا لا؟ ايضا في حديث السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم ساله رجل قال بئر بضاعة يلقى فيه النتن والكلاب ذلك، انا توضا منه، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الماء طهور لا ينجزه شيء. الماء هذا ايه؟ عام، الماء طهور لا ينجزه شيء، خلاص؟ فده عام لكن جاء بسبب، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يبقى هل نقول إن الماء طهور لا ينجس شيء في بئر بضاعة فقط؟ لأن السؤال كله عن بئر بضاعة، صح؟ ليه؟ هو قال له بئر بضاعة، قال له بئر بضاعة، فيكون الحكم خاص ببئر بضاعة. ليه لا؟ الله أكبر، والله ما أردت منك إلا هذا، أكمل. اللفظ لا بخصوص السبب، يبقى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. تبقى مسألة تتعلق بها مهمة جدا، أن السبب سببان، نقول سبب يعني جاء بسبب شخص أو سؤال شخص، والثاني بحالة يعني بوصف. فما كان بسبب سؤال أو بسبب شخص فالشريعة لا تتعلق بأشخاص، يكون دائما العبرة بعموم اللفظ. أما إن كان اللفظ العام هذا جاء بسبب حالة أو بسبب وصف معين فإنها لا تعمم، تبقى على هذه الحالة فقط. إن جاء اللفظ العام بسبب وصف أو حالة فإن هذا اللفظ العام لا يعمم، لا يؤخذ عموما، لكنه يكون مخصوص بهذه الحالة ويقاس عليها مثل هذه الحالة. مثل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يظلل عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما له ما به؟ قالوا صائم. هنا الحالة ايش؟ صيام في السفر. وايه وصف الوصف هنا؟ اهل يظللون عليه مشقة شديدة عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا
ليس من البر الصيام في السفر. وين هنا العموم؟ ايش الدلالة؟ فين الصيغة؟ صح؟ اي صيام في السفر لا يكون من بر، لان ايه؟ الصيام اسم جنس معرف الاخر لا. يبقى كل صيام سواء كان نفل او فرض صح ولا لا؟ طالما في السفر فهو ليس من البر، سواء مستطيع او غير مستطيع ايضا ليس من البر هذا العموم. فنحن نقول لا، ان السلام قال هذا اللفظ العام بسبب وصف حالة، هذه الحالة ان رجل ظلل عليه وكاد يموت، فقال السلام ليس من البر السلام بالطبع. فهنا لا اقول العبرة بعموم اللفظ، اقول هنا قرينة تثبت انه مخصص بهذه الحالة، يعني كأني اقول التقدير ليس من البر ان يصوم الرجل الذي يشق عليه الصيام السفر. طب ما الدليل الذي جعلني اقدر مع ان الاصل عدم التقدير؟ القرائن كثيرة، منها ان المسلم صام السفر كما في حديث ابو موسى وغيره، يعني اشتد الحر عليه فقال وما منا من صائم الا رسول الله وعبد الله بن رواحة. فدي دلالة ان المسلم صام السفر، ورجل الذي جاء من السلم يصف له انه له القدرة على الصيام وهو يسافر، فقال له من السلم ان شئت فصم وان شئت فما الدليل؟ ايش وجه الدلالة هنا؟ ان شئت فصم، هو قال له ان شئت فصم، فدي دلالة انه من البر ان يصوم. طيب متى يكون هذا الصيام، متى يكون هذا الصيام ليس من البر؟ في السفر، في هذه الحالة عندما يشق على الرجل او يظلل عليه او كاد يموت من هذا الصيام. مفهوم؟ ده السبب الثاني. ده القسم الاخير من اقسام العام اللي هو العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن بينا ان السبب سببان، سبب جاء شخص او مثال شخص، وسبب جاء بوصف حالة. ال 300 مثال اللي فاتوا هؤلاء، الذي قبل المرأة قال ان سلم اقم عليها الحد، فالإنسان قال ان احداث يزيدنا السيئات. الدليل في اخر الحديث ما قال الي خاصة يا رسول الله، قال بل لأمتي عامة. فده تأكيد على انها العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لكن اذا كان القول بالنسبة لوصف حالة فانها تقف عند هذه الحالة. مثال ثاني على ذلك، سالم مولى حذيفة كان كبير السن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا رضاء الا المجاع، وقال لا رضاء الا في الحولين، حولين سنتين، يعني الرضاء المحرم هو عند الصغر فقط. وجاء سالم مولى حذيفة كان ايه؟ كان كبير، والمرأة جاءت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم انه يدخل عليها، فقال ارضعيه تحرمي عليه. خلاص؟ فنحن نقول كما قال شيخ الاسلام جميعا ان هذه وقعة حال لا تعمم، مش كل كبير يأتي ترضعه المرأة ويحرم عليها، لا، هذه واقعة حال، يعني لا يمكن أن تعمم بحال الأحوال، لكن يقاس عليها مثلها. رجل يتيم كبير، يتيم قارب أو ناهد الاحتلام مثلا، وأراد أحد أنه يدخله على أهل بيته، نقول إن لم يكن له مأوى إلا هذا البيت وتريد هذه كفالته حتى يبلغ سن الرشد، فلك أن تجعل امرأتك تعصر له اللبن مثلا في زجاجة فيرضع 5 رضعات حتى يحرم، فتكون واقعة حال لا تعمم. ندخل إن شاء الله على التخصيص. طيب التخصيص الذي يدخل العام تخصيص متصل وتخصيص منفصل، والتخصيص معناه إخراج جزء في الحكم يخالف حكم الكل. أقول مثلا أكرم الطلبة إلا زيدا، لا تخصيص. أكرم الطلبة هذا عام ولا مش عام؟ ها؟ طب كيف؟ وين نقصد العام في الإكرام صح؟ طلبة يعني المعرف بالأسلام التوريقية صح. أكرم الطلبة عام، أقول إلا زيدا، خصصت زيد بعدم الإكرام، فهنا زيد يخرج جزء، يخرج منين؟ بحكم مخالف لحكم الكل. حكم الكل ايش؟ الاكرام. زيد لا يكرم، اخرجناه. مفهوم؟ ده معنى التخصيص، انك تجعل جزء من الكل حكمه يخالف حكم الكل. التخصيص تخصيصان، تخصيص بمتصل وتخصيص بمنفصل. اما التخصيص بالمتصل هو ما يكون في نفس السياق، نفس الجمله، يرتبط بنفس الجمله، ده تخصيص بالمتصل، يعني لا يفصل عن سياق العبارة شيء، لا يفصل عنها شيء. وهو أنواع، الأول التخصيص بالاستثناء كما قلت أنا أكرم الطلبة إلا زيدا، أو تقول مثلا
خذ عشرة إلا ثلاثة. فين التخصيص هنا؟ خذ تخصيص بالمتصل بالاستثناء. طبعا أدوات الاستثناء معروفة، إلا وسوى وغير وعدا وما عدا وخلا وما خلا، يعني إلا وأخواته. أين التخصيص هنا؟ نقول خذ عشرة إلا ثلاثة، يبقى الثلاثة مخصوصة من العشرة بإيش؟ حكمها أنك تاخذها، صح؟ خذ معايا عشرة جنيهات، خذ عشرة إلا ثلاثة، يعني خذ السبعة جنيهات وأترك، يبقى الثلاثة إيش؟ غلافة الحكم، خذ العشرة إلا ثلاثة. ده دليل أيضا مثل من أمثلة التخصيص بالمنفصل. قول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، أكمله إلا إذا كل الناس في خسر، لفظ عموم صح؟ الإنسان الجنس معرف، لا فلان يفيد إيه؟ وكل إنسان في خسر. ثم خصص الله قال إلا، يبقى الذين آمنوا في خسر. أخطأت استغفر الله، ده خطأ فاحش مبين. أقول لا، كل مؤمن ليس في خسر، لأن ده استثناء من حكم عام، كل الناس في خسران مبين. ثم أخصص أقول الذين آمنوا ليسوا في خسران مبين، ده اسم التخصيص بالمتصل. أيضا قول الله تعالى وما كان المؤمن أن يقصر مؤمنا إلا خطأ. ها أين التخصيص؟ ها فين المستثنى منه والمستثنى؟ خطأ مستثنى، ومستثنى منه إيه؟ المؤمن. وما كان المؤمن أن يقصر مؤمنا إلا خطأ، يبقى المؤمن هيقصر مؤمن إيه؟ خطأ، قصر خطأ، المستثنى منه الخطأ، خطأ المؤمن مستثنى منه، والخطأ ده مستثنى. مفهوم؟ كما نقول خذ عشرة إلا ثلاثة، فين المستثنى منه؟ عشرة، والمستثنى ثلاثة. مفهوم؟ نفس الأمر، وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يبقى القتل قتل المؤمن ده مستثنى منه، وخطأ ده مستثنى. طيب ممكن هل نقول التخصيص من الاستثناء المنقطع أم لا؟ نقول نعم فيه تخصيص. قال الله تعالى فسجدوا، من اللي سجد؟ فسجدوا إلا إبليس. هذا استكبر، إبليس هنا من الملائكة صح؟ لا، إبليس من الجن ليس من الملائكة. يبقى ده اسمه استثناء منقطع. يعني ايه استثناء منقطع؟ يعني إلا هذه معناها لكن، فسجدوا لكن إبليس لم يسجد. هذا أيضا تخصيص، يبقى الاستثناء المنقطع أيضا يعتبر تخصيص. يبقى كل الموجودين المأمورين بالتكليف، ايه وجه اشتراك إبليس مع الملائكة؟ انه مأمور مكلف، والملائكة أمروا وكلفوا بالسجود لآدم وهو مأمور مكلف، فقال فسجدوا إلا إبليس، فده أيضا مخصص. قال الله تعالى يا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. يبقى نقول إن هذه أيضا من التخصيص، يبقى كل أموال الناس لا يجوز لك أنك تأكلها إلا في حالة واحدة، تأكلها هنيئا مريئا بإيش؟ بالتجارة عن تراض. طيب نفس حل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه، وطيب النفس يكون بالمبادله المفاعله بالبيوع. قول الله تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما الا قيلا سلاما سلاما، نفس الامر. طيب في احكام تتعلق بالتخصيص بالاستثناء، وهي الجمل المتعاطفه على بعض، ثم جاء في اخر الجمل المتعاطفه هذه الاستثناء، فهل يرجع الاستثناء على كل الجمل المتعاطفة أم هو على آخر جملة؟ لا، خلاف عليه بين العلماء، اختلف فيه على قولين. القول الأول قول الجمهور أنه يرجع على الجملة، الجمل كلها المتعاطفة، والأحناف يرون أنه لا يرجع إلا على الجملة الأخيرة. مثال ذلك قول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بشهداء فاجلدوهم 80 جلدة ثم قال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ثم وأولئك هم الفاسقون. يبقى فيه أحكام ثلاثة، فاجلدوهم 80 جلدة ثم عطف عليها وأولئك هم ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث وأولئك هم الفاسقون، يبقى اتهامهم بالفسق معطوف على عدم قبول الشهادة، معطوف على الجلد 80 جلدة. طيب الثلاثة هؤلاء الآن قال إلا الذين تابوا، أكملوا الآية وأصلحوا، قال الذين تابوا وأصلحوا إلا الذين تابوا من بعد ذلك فإن الله غفور
رحيم. هل ده بقى يرجع على الثلاثة؟ على قول الجمهور يرجع على الثلاثة، لكن هناك قرينة جاءت تبين أن التوبة لا تسقط. التوبة لا تسقط الحد. طب ما الدليل؟ يعني لو رجل زنى بامرأة ثم تاب توبة نصوح ورفع الأمر إلى ولي الأمر، هل يسقط عن الحد أم لا؟ أحسنت، جزاك الله خيرا. جاءت تائبة ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقام على حد. إيش ثاني في التصريح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تركتموه تاب فتاب الله عليه. إنما ما كانش فيه بينة، كان تدرأ بالشبهات. التصريح الصحيح البينة أو حد في ظهر. هذا وجه الشاهد. ليش وجه الدلالة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له البينة أو حد في ظهر، فلو كانت التوبة تنفعه وتزيل عنه الحد لقال له البينة أو توبة أو حد في ظهر. فبين له إما البينة وإما الحد حتى ولو كنت تائبا. فدي دلالة على أن التوبة لا تسقط الحد. فدي القرينة عند الجمهور على أنها الاستثناء يرجع على الكل، يسقط الحد ويقبل الشهادة وما يكونش فاسق، لكن خرجنا سقوط الحد بهذه الأدلة الكثيرة. فيبقى لنا إلا الذين تابوا وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، يعني هيقبل. وإيش ثاني؟ ليسوا من الفاسقين أحسن، لكن إحنا قالوا لا تقبل الشهادة، وفقط اللي يرفع عنهم الفسق فقط. ليه؟ لأن الاستثناء يرجع على آخر جملة. ونحن طبعا نقول ان قول الجمهور هو الراجع، ودليل ذلك ان ابا بكر بعدما قضى في المغيرة جلده عمر، والجلد يسقط الحد، انتهى الموضوع. فقال له عمر بن الخطاب طب فاقبل شهادتك. وهل في احد رمى ابا بكر بالفتن؟ حاشا لله. ايضا بكر صحابي كريم مكرم، فقال له طب اقبل شهادتك. فدي دلالة انه لو تاب يرجع الاستثناء الى ايه؟ إلى قبول الشهادة، وأيضا إلى عدم الفسق. التهمة بتاعت الفسق تذهب عنه. مفهوم ولا لا؟ لا، أول حكم يرتبط بالمستثمر. شكرا. سبحانك اللهم ربنا محمد.